ما هي حقيقة السهم الذي أرسل إلى خيمة الأمير مصطفى قبل يوم من مقتله، والذي حذره من الذهاب إلى معسكر والده لأنه سيقتله؟ من أرسل هذا السهم؟ وما هي المعلومات التي ذكرت عنه في الكتب؟ عن هذه الأسئلة أعزائي سنجيب في هذا الفيديو من قناتنا منارت ثقافة. لكن طبعا قبل أن نواصل ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. تقول بعض المصادر أنه فعلا في مساء اليوم السابق لإعدام الأمير قام شخص ما من معسكر السلطان بإرسال رسالة إلى معسكر الأمير بسهم أطلقه، وصف فيه المرسل بوضوح أن السلطان سيقتل مصطفى إذا دخل المخيم. لا يعرف أبدا مرسل هذه الرسالة، ولكن الأمير مصطفى لم يصدقها حيث خمن أنها خدعة من رستم باشا. وفي 6 أكتوبر انطلق مصطفى إلى معسكر أبيه ليلقى فيه القدر الذي حذره منه الكثيرون. هذه بعض من التحذيرات الموثقة، حيث توسل الكثيرون للأمير ألا يذهب إلى والده، إلا أنه طبعا لم يصدق أحدا وذهب إليه ليعدمه. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.